قرار الأمم الأخير هو عبارة عن فشل السياسة التصعيدية الجزائرية، ويعني طبعا البوليساريو، لأنها من هذه العمان كلها يشتغلون ويحاولون مثلا تغيير الخطاب الأممي وخاصة ديال مجلس الأمن. مجلس الأمن من 2007 وهو يكرر نفس الخطابات، ما لم يتغير شيء، حل سلمي واقعي يرضي الجميع. وهذه هي المسيرة الوحيدة اللي يمكن، يعني هو في حد ذاته رفض قاطع للحرب، وكذلك تكذيب للحرب التي يقول البوليساريو أنه يقوم بها، ولم يتغير نهائيا شيء، وإنما هذه بداية. مثلا هذا الموقف الجزائري اللي هو يقول لك أنا ما غاديش نحضر في التفاوض وما نحضر في هذا، يعني وضع يعني حجرة في حقيقة في التعثر هذا المبعوث الجديد، أنه بدأ بهذا المشكل. معنى أنه القرار بالنسبة لي أنا هو قرار انتصار للمنطق، هو انتصار للتفاوض، وهو انتصار للسلم، لأن الحرب لا تجدي نفعا وما يصالح لأي كان، وما يمكن لها أنها توصل إلى أي هدف مثلا يرضي أي كان. كذلك إذا خرج طريقة واحدة هي طريق النقاش يعني والمفاوضات على كل المواضيع لهم، إلى حتى التوصل إلى حل ذاك ويرضي الجميع ويكون معقول وكل شيء بخير. الملف ما هو ملف جامد، احنا من نشوفه مثلا انتخابات التالية المغربية، هناك 71% من الساكنة اللي يعني محصية في الأمم بالضبط في عملية إحصاء الأمم المتحدة، يعني تقاتلت من أجل يعني أن تكون لها مواقع أو موقع قدم يعني في الانتخابات، وطلعت يعني شباب وشابات. هذو الشباب والشابات راه وضع جديد، معناها الخطاب خاصو يتكافوا مع الوضع الحالي اليوم. ما تنش هذه حركة أنا راني مسلح، أنا راني هو أبوكم وأنا هو اللي نعرف مصالحكم. هذه الانتخابات في حد ذاتها هي إغبار فعلي لهذه النظرية، يعني اللي هي نظرية أما معي أما ضدي، بل هي يعني طريق ثالثة، وهي طريق ثالثة يمكننا نوصل للكرامة بطرق أخرى. يعني حتى الصناديق بينت على انه شكون هم الممثلين ديال طبعا انك تمن تقول انا ممثل وحيد والشرعي، انت تعتبر انك ديكتاتور الشرعية منين جبتها؟ انت ما تمثل الاكثريه، كيفاش نعرفوا واحد يمثل الاكثريه؟ كيفاش نعرفوه؟ ولكن واحد يدخل الانتخابات مثلا تصوت عليه 25000 او 30000 او 40000 من الناس، يعني واحد يعني هذا ما يمثل والو، تمثله غير انت لانك مسلح عندك سلاح عندك نفس الشعارات، ولا تعترف يعني بآراء الناس الثانية، لأن الصحراء ليست ملكية منظمة مسلحة، خاصة تكوننا كاملين، ومن حقنا كاملين يكون عندنا فيها وجهة نظر. هذا معناه أنه شنو؟ معناه أنه فعلا كي قلت واحدة من المسائل اللي حقيقة فشل فيها البوليساريو، لأنه لم يستطع أن يغير الخطاب أو يعني يجدد خطاب، وهذا الخطاب اللي متماشي مع الواقع اللي كاين. لا ننسى ان البوليساريو ما موجود في العيون ولا في الداخل ولا في السمارة، وهو يعني يعمل افتراضي. هناك اجيال اللي مثلت باغية حتى هي تعيش 50 سنة تنتظر ان يجيها واحد عنده درابو عنده هذا ويقول لك انا نحل المشكلة بلا سلاح، المشكلة ما تحل والو. مع مر انتصرت شي حرب في العالم الى اليوم، الدمار يبغى يدمر الشعوب، لا دير لهم الحروب، ظن على انهم كان عليهم انهم ياخذوا التجربه من ذيك 16 عام اللي هي شنو نتيجتها في التالي، سنا واتفاق سلام مسلسل سلام، يعني على اماني لا شيء، يعني فيت لفيت.